متابعي الاوفياء، كما كتشوفوا معنا في البديه الرضال، ومعنا مدرسه الموحدين، ومعنا فريق جيتيس. اليوم جيت لكم هنا للجامايكا كالعاده في اطار السماوي. غادي تتبعوا معنا الاشغال ديال هذا بناء هذا الطريق من الاول حتى الاخير، غادي تاخذوا عليها فكره عامه ان شاء الله، وغادي تمشيو معنا باش تفهموا عالم الطرقات. جي تي ار غرون ترافو روتيير، الاشغال الكبرى للطرقات، شركه من الشركات متخصصه في عالم الطرقات. شفتوها معنا في واحد المجموعه ديال المشاريع الكبرى. هنايا كما كتشوفوا عندنا الطريق الحيط ديال المدرسه بان لكم على يدي لي من اليمين، من تما كاينه. وهنا السؤال، واش غينقصوا لنا من الطريق؟ واش غادا تبقى؟ الا كانت الطريقه تنقص، الحيط ديال المدرسه يتنقص، كتبوا لي النمره واحد. الا كان غادي يبقى، كتبوا لي النمره جوج. يلا اهل التخصص يشوفوا يقولوا لي شنو كاين هنايا. هنايا كما كتشوفوا كاين عندنا طريق بدات المعالم ديالها كتبان، وهاد الدار راك شفت الترياب ديالها في الوقت اللي كانت تما الاسره ديالهم، وكانوا الناس، وكانت واحد الدراما، الناس كتبكي. واحد ما قدرتش اخواتي نصور لكم داك الشيء، والحقيقه كان مؤلم. اكتفيت بعت منهم، اكتفيت بلقطات لا غير، بقات مترخه عندنا. الديناف متابعي الاوفياء هي ملكه الاوراش بجميع الامتيازات. راك شفتوا الخدمه ديالها كيفاش دايره، كدفع الجبوله. الا رديتوا البال ما بين البارح واليوم، الجبوله كلهم اختفوا. اختفى المسجد الاول اللي كان عندنا هنايا في الجهه ديال بوكلان، فين واقفه البوكلان، واختفى المسجد الاخر اللي كان جيت مدرسه الموحدين. هنايا كما كتشوفوا كيعاودوا لينا البنيه التحتيه، ودخلوا كيدفعوا لينا القادوس. هنا ليكيبات ديال جي تي ار كاملين حاضرين. شوف الخدمه كيفاش دايره، شو دخلوا في الارض. هاد البلاصه غتعذبهم بزاف، كاين فيها الحجر، هي مخلطه فيها الحجر، كاين بلاصه اللي فيها التراب. هنايا كاع الفروق ديال جي تي ار كاملين داخلين، كلهم كاع ليكيبات ديولها كاملين دخلوا باللوجيستيك ديالها، ومعاونه بالكرا، والخدمه بالليل وبالنهار ما كاين الا يعطيك صحيحتك. بالمقارنه مع البارح كاين اليوم هنايا واحد المجموعه، كاين الفروق. هنا دايرين دابا الدره، كاينه الجهه اللي من هنايا ايكيب، وكاينه من الجهه الادروات ايكيب، وكاين الجهه في الطريق قسموهم على ثلاثه، هذيك عطاوها الفريق، وهذي عطاوها الفريق، يعني من البوكله اللي هي شده فريق، ومن هنايا قسموا داك الشيء بيناتهم باش تكون الدره باش تبان لينا الاشغال. النيفلوزات داخلين جوج، و الجرافات داخلين جوج دي 6، وعاده المعدات كلها بالبنو والشني داخلين هنايا واحد مجموعه ديال الالات. كاين اللي كيحفر، وكاين اللي كيجمع، وعاده اللوجيستيك الكوامي. دابا هاد الوقيته كما كتشوفوا وقت ديال الغدا، كلشي مشى يتغدى، عندهم تقريبا واحد الساعه، من غير الجوكر هو اللي باقي خدام. شتو الجوكر هو اللي باقي خدام، الجوكر كيدفع لنا في القادوس، لان هادوك تيحفروا ليهم. هذا الحجر هو الشباب على يديك اللي من هنا يحل الدوسان، كاين تما كاين الحجر، ومن الجهه اللي مليه جيو تكستيل. اشنو كيديروا؟ تيحفروا وتيضربوا لينا جيو تكستيل، وكيدفعوا تحت منه هاد الكرافيت هذا، وعاود تيدفعوا جيو تكستيل، وعاد تيدوروا عليه، عاد يدفعوا الكرافيت فوق من القادوس، وعاود تيضربوا عليه جيو تكستيل، وعاد تيبداو كيرومبليو
تبعوا معنا لي زيطاب. هذه مرحله من المراحل، راه هابطين تقريبا شي متر والزياده تحت الارض من المعدات كاملين. كاين هنايا مراقبين ديال الرضا الحاضرين، تلاقيت معاهم هما والفريق ديال الجيتيس. انا هي الجي سي بي. بالنسبه للجي سي بي حتى هي آله من المعدات ديال الورشه، ولكن كتقرا نفس الصخيرات. هما راه واحد المجموعه ديال الالات والمعدات اللي كتقرا في الورشه. هنايا صافي راك شفتو، راه زيرو صفر بالركه مشات من حتى للشنطي. دابا كاين الردم، دابا عندهم غير جميع ديال الردم. هنايا خوتي تاهي راه صفر بالركه، من غير بعض الساكنه اللي مازال تما كاينه تسول الوضعيه ديالتهم وكتريق الامورات ديالهم. بالنسبه هنايا الا لاحظتوا تبارك الله ما شاء الله تقدم جد ملموس وكبير، حيت هنايا راه عاطينهم اشهر، شهر داز فيه دابا تقريبا خمس ايام، فهمتوني اخوتي؟ يعني باقى 25 يوم. دابا 25 يوم في النظر ديالكم غادي يجمعوا الدنيا ولا غتبقى هكاكم مفردقه؟ الخدمه يا وليدي ما كاينين، الله يعطيك صحتك. شي دابا القادوس هو راه غيدوز، والقادوس عنده نهار الا مشاو بهاد الخدمه هادي كتسمى ايدو في ايد خو. هادو غيعطيو الاخرين، والاخرين غيعطيو الاخرين، الجروب والجروب الاخر يعطي الجروب الاخر، وهما غادي ها هما دو دفعوا صافي، حاطين جيو تكس ديالهم، المسائل ديالهم، الشغل ديالهم، كلش من اي حاجه. شكرا للمتابعين الاوفياء ديالنا اللي كيكونوا معنا واللي كيحضروا معنا هنا في الشوانط ملي كنكونوا كنصوروا، كيجيو يسلموا علينا. بارك الله فيكم واحد واحد، شكرا بزاف، بارك الله فيكم، شكرا بزاف. ما تنساوش ديروا دي جيم، ما تنساوش تدعموا لنا القناه، وما تنساوش تبارطاجيو مع خوتكم وحبابكم وصحابكم. مادام انه كاين التفاعل في مدينه تماره، غنقول لكم في تماره الرباط تايره فيها الاشغال، العين عوده فيها الاشغال، تمسنا فيها الاشغال، سالة فيها الاشغال، الرباط تا هو فيه الاشغال. مادام ان كاين تفاعل هنا بين بنت تماره، نبقاو عندكم هنا في تماره. كاين عندنا هاد الشونتي غنتبعوه من الاول حتى الاخر، كاين عندنا الهلاوي تبعنا لكم من الاول حتى الاخر، عندنا الانيفيرباط حتى هي من الاول حتى الاخر. غنطلع لكم السي بروف نشوفوهم اللي هي فواد الشراط فين وصلوا، اكثر من عام ونص هما واقفين، ما عرفتش بالضبط شنو كاين تما كاين، ولكن غادي نجيب لكم نقنيقه. هنا يا خوتي غنطلع لكم شويه الفوق باش تشوفوا، تبان لكم هنايا المعالم ديال الطريق. شتي كي كتبان شي جميل ورائع. في الطريق بانت اخوتي، الخدمه بانت، الشطب هو اللي باقي، الردم كثير، الردم كثير اخوتي، واخا يبقاو يجمعونا يجمعونا، راه عندهم تقريبا هنايا عام ديال الجمع ديال هذا الردم وما غيساليوش معاه، كثير 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 بزاف، الردم كثير بزاف، راه لا يصور يا اخي، راه تصوروا حتى تعيا وما تقدروش تصوروا هذا الردم اللي كاين هنايا، بحال كاين شي كير الله يحفظ. شين هنايا ليكيب بترو هما اللي بانوا لكم، ليه الكوامي كبانوا لكم، راه هما كيشطبوا في ذاك القنت جاي اللي من الليل على اليسر، على اليسر انا نزيد شويه القدام هنايا صافي. كنهود اخوتي وتنهرب على الطايره بقر، دير لنا حاله في هذا القنت، وهذا الدراري الصغار بقاو يضربوا بالحجر. هانتوما اخوتي هانتوما اخوتي، شي الجبوله اللي طلعت جا طير دفعات لهم الشغل ديالهم اللي واو الروبيو كيجمعوا الدراري شتوهم، كاين هاد الشطاب شتوهم هما باقيين كيشطبوا مساكن، عندهم الخدمه، عندهم عندهم الخدمه، عندهم الخدمه بزاف. هنا الشونتي الثاني غتكون رومبو هنا في الوسط كبيره،
وهذه الطريقه هي المعالم ديالها بدات كتبان. ندخل لكم شويه هنايا للشونتيه باش تشوفوا باش تفهموا الفيلم كيفاش داير. نطلع لكم شويه للفوق باش تاخذوا فكره عامه. هذه بالنسبه لصحاب السماوي، كتبوا لنا السماوي السماوي فرنساوية ولا بالعربية باش نتابعوا معكم. الى بغيتوا هذا النوع ديال الفيديوهات راه نبقاو نديروه لكم، ما حبيتوهمش عاوتاني راه ما كاين مشكل، شي لحساب عشاق ديال الفيديوهات، كل واحد كيفاش كيعجبو الفيديوهات. كاين اللي كنا هادو كنديروهم بالموسيقى قال لك ما تبقاوش ديروهم بالموسيقى، كنا كنديروهم قصار قال لك ديروهم طوال، شويه مديناهم طواله وما تفاعلتوا معاهم، وحنا غاديين معاكم بشويه بشويه. المهم كل حاجه بالوقت ديالها. الخوت اشغال كثيره، مشاريع كثيره كتسنى مدينه السخيرات، داكشي كثير بزاف 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 لا يصور، كثير داكشي بزاف. اذا الشنطه هو كيبان لكم من هنا ومن هنايا، شو كيفاش دايره الدنيا. اذا المتابعين الاوفياء خليتكم على خير، وما كان غير الله الوطن الملك، وانا مشيت.